أكد رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش خلال لقاء صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية السيدة أورسولا فوندرلاين عقب المباحثات التي أجريها أن المغرب سيعمل على تقوية الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي. المناسبة باش نتكلموا على الأوراش المهمة والكبيرة تحت القيادة ديال صاحب الجلالة الله ينصره اللي فيها أولويات، ومن الأولويات ديال الأولويات هي الحماية الاجتماعية، وشرحنا للسيدة الرئيسة يعني الأهمية ديال هاد الورش بالنسبة للمغاربة، خصوصا يعني في هاد الجائحة اللي هي كبيرة. وكذلك كانت مناسبة باش نتكلموا على الأولويات، تكلمنا على فعلا على الطاقة الخضراء، تكلمنا كذلك على يعني الانتقال الرقمي، تكلمنا على واحد العدد ديال الإمكانيات في يعني النشاط الثقافي. من جهتها جددت السيدة فوندرلاين التأكيد على إرادة الاتحاد الأوروبي مواصلة تعميق الشراكة الاستراتيجية الوثيقة والمتينة مع المغرب. المغرب بلد أقمنا معه شراكة استراتيجية ووثيقة ومتينة، كما أن الروابط التي تجمع بيننا هي روابط تاريخية، وأجدد التأكيد على إرادتنا بمواصلة تعميق علاقاتنا بوصفنا جارين وشريكين وصديقين. كما تقدمت رئيسة المفوضية الأوروبية بتعازيها الحار للشعب المغربي على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان بعد سقوطه في بئر بإقليم شفشاون، وأشادت بالجهود الجبارة التي بذلتها فرق الإنقاذ معبرة عن حزنها للنهاية المأساوية لهذا الحادث.